كارلين بيكر في موقع واشنطن إكزامينر: أردوغان يهدد بإغلاق القاعدة الجوية التي تستضيف صواريخ نووية أمريكية. تقول الكاتبة إن أردوغان هدد واشنطن بالاعتراف بوفيات السكان الأصليين في أمريكا كجريمة إبادة بعد أن مرر الكونغرس قانوناً يعترف فيه بإبادة الأرمن على يد السلطنة العثمانية. وتضيف الكاتبة أنه رغم تخصيص عقوبات على تركيا بسبب شرائها لصواريخ روسية، إلا أن الرئيس ترامب لم يلمح إلى نيته بتطبيق العقوبات المقترحة. أسلي أيدن تاش باش في واشنطن بوست: خارطة تركيا السياسية تتغير، هل تستعد البلاد لإنهاء حكم أردوغان؟ تقول الكاتبة إن ثمة عوامل خارجية قد تطيل حياة نظام أردوغان في تركيا، من ضمنها العلاقات التركية الأمريكية. وتضيف أن إعادة انتخاب ترامب قد تجعل التنسيق الاستراتيجي بين واشنطن وأنقرة مستمراً، مما سيسهل على أردوغان إدارة الاقتصاد التركي والتوترات المحلية. والعقوبات التي فرضها الكونغرس على تركيا ستحث القوميين الأتراك على دعم أردوغان بشكل أكبر بحسب الكاتبة. إياد دكة في موقع World Politics Review: قد لا تكون تركيا والناتو على وئام، ولكنهما بحاجة لبعضهما البعض. يقول الكاتب إن أزمات تركيا المتكررة مع الناتو تبشر بمعضلة طويلة الأمد بالنسبة للحلف، وبالذات كيفية تحقيق توافق سياسي في وجه التحديات المشتركة المعقدة. ولكن يعتقد الكاتب أن وعي الناتو بشأن هذه المشكلة هي خطوة إيجابية بحد ذاتها، وخصوصاً قرار أعضاء الحلف الالتزام بالنظر إلى الأمام لحلحلة الأزمة.